حكايات الناس. ماذي ساعتين وحداش دقيقة على كابا فهم، تحية لكم من جديد، نرافقكم في حكاية الناس حتى الماضي ثلاثة. نحكي اليوم على الذكريات الطيبة، الذكريات الحلوة مع سيدي سيدتي اللي قريتوا عندهم قبل. شنية الأثر اللي خليوه فيكم؟ شنية اللي اليوم خليكم نوعا ما تستكثروا الخير متاحهم؟ نسمعوا تجربكم الكل عن 72-80-300. معنا عبر الهاتف رئيس جمعية ذاكرة الحمامات سي عزين عناء. أهلا وسهلا، مرحبا. عسلامة يا نوين، ومساء الخير ليك وكل مستمعي راديو كاب اف ام، إذاعتنا الأولى في الوطن القبلي اللي كل واحنا ديكا بنت الناس الكل. أكيد أكيد، شكرا ليك. قبل كل شيء نحب نقول لك مبروك مبروك على التظاهرة اللي كانت البارحة بخصوص ميو الحمامات، مفردنا على نجاح التظاهرة في الوطن القبلي، بالتوفيق ليكم وإن شاء الله ديما في التميز. يعيشك يبارك فيك، وهذا نجاح مش للجمعية كهو، نجاح لمدينة الحمامات ونجاح لوطننا العزيز، احنا نمثلوا الوطن كامل. اي جستمو هذا هو. شوفوكم ان شاء الله كجمعية في الايام القادمة تكونوا في تظاهرات اخرى وتشهد النجاح اللي متعودين به كما كل مرة. اليوم سي عزين مش تسمعوا منك تاريخ حكاية زمان اللي تهم عاداتنا وتقاليدنا، مش تسمعوا حكايتك انت زمان مع المربي متاعك. انا يا نجمين فما كلمة دي ما نقولها، نقول مغني وخالف امير الشعراء احمد شوقي يقول لك قفل المعلم وكفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أنا أقول لهم مش كاد أن يكون، هو فعلا رسول، وأي رسالة، رسالة العلم اللي ربي أول آية هبطها في القرآن في سورة علق، اقرأ أي العلم، يعني هو رسول بأتم معنى الكلمة، ورسالة العلم هي أسمى رسالة في الكون إن شاء الله. أنا علاقتي بالمعلمين تسمع فيا نو؟ معك خلف من صعب تحكي لي اليوم على علاقتك بالمعلمين. مازالوا على قيد الحياة، ربي توفى عمارهم، علاقة طيبة. والتوى كي ناقف قدام معلمتي والمعلمي، ما عادش عمري في 50 و52 سنة، عمري فيك العمر اللي خلوني فيه وقت اللي انتقلت من فصل إلى فصل آخر، معناها كي غير المعلم تاعي، معلم تاعي نحس روحي قدام بابا قدام أمي، يعني عمري هذا يتلغى، نحس روحي قدام بابا، نحس روحي قدام أمي، قدام حاجة كبيرة برشا في الحياة. زادة قدام الأستاذ متاعي اللي قراوني في الثانوي، زادة لتو علاقتي بهم طيبة، محلاهم الأستاذ اللمكة ومحلة طبيعتهم، وكانوا أباء. مش نقول خاطر علاش، احنا عندنا وزارة متاعنا وزارة قوية برشا، كيقولوا وزارة التربية والتعليم، أي تربينا ومن بعد تعلمنا، مش مباشرة في التعليم. احنا المعلمين متاعنا والأستاذ متاعنا كانوا مربين، كانوا كيراونا في الثنية، يعني يحسوا روحهم زيت المسؤولية متاعهم حتى لبرا مش للداخل. في القسم وقت اللي يقفوا المعلمين يوريونا، يعطيونا الشحنة باش نتعلموا، يعطيونا يوريونا اللي بوك اللي في الدار وهو بوك في المدرسة دي، يعطيونا المثال الطيب باش نحترموا المؤسسة التربوية، يعطيونا المثال الطيب باش نحترموا القسم اللي نقراو فيه. أنا سمع حاسة صارت حلوة برشا البارح برك يا نرمين، أنت قلت لي معنا بابوك على التظاهرة، وأنا أقول بابوك على التظاهرة لي حاجة أخرى، أنه تشرفت جدا لأستاذي عبد الكريم الشماخ البارح، استدعيته كان حاضر معكم للتظاهرة وفرح بيا، يعني مع الأستاذي مع مدير مع رئيس الجمعية، حسيت بروحي مع رئيس الجمعية، مانيش في التظاهرة، مانيش نمثل في البلاد، مانيش حتى شيء، حسيت روحي وليد صغير، أكل التلميذ اللي يقع عند الأستاذ نتاعو، قديش كان فرحت بي، قديش حسيت روحي وليد صغير، مازلت معناها كرتابة في يدي، مازلت معناها تمقل أدوات مدرسية عندي، حسيت روحي معناها نجحت. حاجة أخرى يا نرمين حسيتها زادة، لولا الله والأستاذ ذاك وأمثاله هو المعلمين الأستاذة، ما كنت نوصل للمستوى ذاك التعليمي والثقافي باش نمثل بلادي، نمثل الوطن بتاعي. والله هذوما كلمتين مختصين حبيت نقولهم، يعني في الأستاذة في المعلمين، لولا المعلمين هذوما، لولا الأستاذة وأستاذ الكريم عبد الكريم الشماخي اللي جاني البارح أعطاني دفع معنوي كبير برشا، كسلم علي وغزرت عينية، حسيت بروحي ما نعرفش، انا توا عندي شعور ما تتصورش بذلك. ربي فضلهم ان شاء الله، وان شاء الله انا شنو نقول يا مدرسين يا معلمين يا اساتذه، بربي خذوا المسلم الكبار بحالك وليدات كيما اليوم، انا في عمري انا اذكركم بالخير، وان شاء الله ديما نقول واحنا المعلم والاستاذ ما هو الا والي.
شكرا لك سي عز الدين، يعطيك الصحة اليوم انك شاركت معنا تجربتك وذكرياتك الحلوة. اليوم اختي تقول لي راني في ايفينما وكان حاضر معايا المعلم ولا الاستاذ المربي نتاعي. اليوم نفهموا احنا قديش التلميذ عنده ويعطيك القيمة الكبيرة للمعلم في نفس الوقت. هذا الكل مش 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 تلميذ وحده، بتبيع باجتهاد المربي، ولكن زاد تلميذ راه اليوم ينجم يخرج الكلام هذايا الا ما فما قيمة كبيرة وقدر كبير، وكذلك تأثر ونجح في حياته بفضل المربي هذاك باش اليوم يستكثر الخير نتاعو. ربي فضلها من الناس الكل. شكرا لك سي عز الدين، يعطيك الصحة. كلمة شنقولها قبل تفضل نقول تربي تلقى، هو ربنا ولقانا. ربنا ولقانا صحيح. ربي فضلنا معلمينا وسادتنا ومشايخنا ومدبينا، وشكرا لك انت على يعني الاستضافة. شكرا لك، شكرا لك سي عزين، مشكور جدا، نهارك طيب سعيد. انتم زاد نسمعوا تجربكم الكل على 72 380 تجربكم مع مربينكم مع اساتذتكم. الكلام الطيب اللي نسمعوه اليوم من عند برشا مستمعين سمعناه اليوم في حكايه الناس مش من لا شيء، اكيد من برشا اشياء اليوم عاشها التلميذ في طفولته ويتذكرها بعد 40 و50 سنه بنفس الشعور اللي كان هو قبل يحس به في المدرسة امتاعه. اليوم الفرصة لكم انتوما، الكلمة لكم انتوما حتى الماضي ثلاثة ماضي ساعتين وسبعة بتبعا نشوفوا الاستشارة القانونية تكون مع المحامي عبد العالي الجربي. سينو مازال معكم هالدريجين هذوما في أصواتكم انتوما في ذكرياتكم الحلوة حتى الماضي ساعتين ونص يجيكم بتبعا به بالخير في خلال أخبار الوطنية والعالمية. خليكم معنا في الاستماع. كابتن موجة مع كابتن فاي.